لا تعلم لا تربية سياسة تقليبية. ويا وزير الله يهدي واش هذا الحال يرضي بالموسى الله يهدي واش هذا الحال يرضي الرحمن الرحيم. عبد الملك عبابو رئيس الفدرالية لجمعية آباء أمهات وولياء التلاميذ بمكناس. الفدرالية لجمعية آباء أمهات وولياء التلاميذ نظمت هذه الوقفة الاحتجاجية احتجاجا على الوضعية المزرية اللي كتعرفها المنظومة التربوية واللي كتعرفها المدرسة العمومية. لا يعقل أنه هذه 3 شهور هذه والتلميذات والتلاميذ في الشوارع والحكومة لم تحرك ساكنا. إذا هذه الوقفة ضد هذه اللامبالاة ديال الحكومة. نطالب رئيس الحكومة وبإلحاح تدخل العاجل لحل هذه الإشكالية اللي كتخض فيها المدرسة العمومية. هذه الوقفة هذه اللي كنظموها هي من أجل التلاميذ الذين يعني بقوا في الشارع بقوا بلا قراية وخاصهم يرجعوا للقراية ديالهم. وهما هذه دابا شحال هذه مدة طويلة وهما يعني عرضة للشارع عرضة لعدة مشاكل في الزنقة والشارع. ولهذا كنطلبوا من الوزارة باش تلقى واحد الحل سريع باش يرجعوا وليداتنا يقراوا ما يضيعوش. كيف يعقل ان التعليم الخصوصي كيقراوا وهما ما يقراوش؟ هذه دابا يعني هذا واحد الصراع اللي هو طبقي كنقولوا احنا طبقي. ما يمكنش هذوك يقراوا وهما ما يقراوش. اذا لابد انهم يرجعوا يقراوا. كنتمناو انهم يلقاو حل الاساتذه اللي كنكنوا لهم واحد الاحترام كبير يعني باش يلقاو الحل في النظام الاساسي ديالهم باش يرجعوا وليداتنا يقراوا. لان الا ما لقاوش الحل وليداتنا الاساتذه راه وليداتنا غادي يبقاو يعني في الزنقه غادي يبقاو. ولهذا كنطلبوا من الوزير كنطلبوا من الحكومه اللي كيتراسها اخ سي عقلوش يعني باش يعني يلقى واحد الحل سريع وفي اقرب وقت ممكن. ولا ما كانش هذا الشيء كنلتجعوا يعني لصاحب الجلاله باش يدخل في هذا الموضوع. جزاك بخير. كنشكر بعدا الاباء والامهات اللي كانت عندهم اذان صاغيه باش يحضروا مع الفيدراليه الدفاع على حق وليداتهم. حيت اصلا حنايا مع الاستاذ النوخع ماشي ضده. حيت الاستاذ والتلميذ بجوج ما يمكنناش نفرقوا بعضياتهم. هاد الاسر كامله مكلومه وكتناشد الملك باش يدير حد الوزاره الوصيه. بغينا حق وليداتنا فينا هو. ما كانش امكانيه للخوصصه بصفه نهائيه ما كنفكروش فيها. غنبقاو في النضال حتى تحقق المطالب ديالنا كاملين وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعلم الجميع هذه الوقفه جات من بعد واحد المجموعه هكذا ديال الاستشارات مع مجموعه ديال الجمعيات ديال الاباء واولياء وامهات التلاميذ. هذه الوقفه اجبرنا عليها لان لم نجد اذن صاغيه لا من الوزاره الوصيه لا من الحكومه لهذه المشاكل اللي يعيشها القطاع منذ الدخول المدرسي. التعليم العمومي كيعرف واحد الخطر اللي العواقب ديالو غتكون وخيمه جدا لهذا التعليم العمومي. كما كيعرف الجامع ولا خص يعرف الجامع انه غادي يؤدي لواحد النتائج اللي هي نتائج وخيمه جدا. لان كيف يعقل الاسدس الاول على مشارف النهايه ديالو ومجموعه من التلاميذ وبالاخص الثانوي التاهيلي اللي عندهم اقسام اشهاديه الاولى بكالوريا والثانيه بكالوريا. كاين بعض التلاميذ لم يلتحقوا بعد بالاقسام ديالهم. اذا كيبقى مرمي في الزناقي. شنو كيتبع داك الرمي ديالو في الزناقي؟ انه مجموعه ديال الانحرافات اللي هي امام هاد الوليدات هادو. انحراف ثم انحراف. حذاري راه حنا كنكونوا واحد الجيل لنا هو قنبله موقوته بالنسبه لهذا البلد العزيز. لهذا نناشد مره اخرى الوزاره الوصيه والحكومه ونناشد صاحب الجلاله على راس الكل يلقاو لنا حل
اسرع وقت. وهذا النظام الاساسي اللي ادى بهذه البلاد هذه لهذه المصيبه الكحله لهذا القطاع هذا، نتمنى باش الحكومه في اسرع وقت والوزاره الوصيه يديروا اعاده النظر في هذا النظام المشؤوم اللي ادى لهذا الوضع الكارثي. وشكرا، تحياتي. ابعوك يا شو راس الحومة، ابعوك يا شو راس الحومة.